السلام عليكم. في آخر أسئلتها تقول الأخت ميسون: هل تجوز الصلاة قبل سماع الأذان؟ صلاة إنما تجب إذا دخل الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا تصح، والأذان يختلف، فإذا كان المؤذن متقيدا بالوقت فإنه لا يجوز الصلاة قبل الأذان، لأن الأذان علامة على دخول الوقت. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت ولا يضبط الوقت فإنه لا يجوز فإنها لا تجوز الصلاة على الأذان الذي يسبق الوقت. وإن كان المؤذن يؤخر عن دخول الوقت فإنه يجوز تجوز الصلاة قبل الأذان حينئذ، لأن الأذان متأخر عن دخول الوقت، والعبرة بدخول الوقت دائما وأبدا لا بمجرد الأذان. نعم.